بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. اليوم نتحدث عن موضوع جديد مختلف شوي عن المواضيع اللي أو مرتبط في المواضيع السابقة اللي أخذناها، مش بعيد عن الموضوع كاملا، بس شوي صارت الأمور يعني تتربط ببعض أكثر، تطلع شوية أشياء لازم نعالجها. تمام. موضوعنا اليوم عن الشورت سيركت. طبعا موضوع يوم نسمع المصطلح مش راحين نقدر نميز شو معنى المصطلح. شورت سيركت في البروغرامينج معناها معناها ان في اكسبريشنز does not execute. شو معنى الكلام؟ معناها في عندي expressions. وعرفنا شو يعني expression، عرفنا شو يعني expressions اللي هي الأشياء إما logical expressions فيها أكبر أصغر يساوي and or أو arithmetic expression. إحنا معنيين في هذه المرحلة في logical expressions إن في statements هان مش راح تتنفذ. طبعا الاشي مش واضح لانه لسه ما اخذناش امثله، حاليا ان شاء الله الامثله راح توضح لهم. فاهم شيء بس نعرف ان شورت سيركت معناها في عندي ستيتمنت مش راح تتنفذ نتيجه شيء معين. الاشي المعين راح نفكر فيه سوا حاليا ان شاء الله. الان خلينا بس نفرض مثال معين. احنا كنا متفقين ان الاور جيت او الاور اللي هي اللوجيكال اور هي تخيلناها كالتالي، انها بوابة منطقية صح، انها اشياء على التوازي اللي هي مفاتيح اكس مفتاح واي، وعندي مصباح اللي هو اما بضوء او بضل شو طافه فرق جهد. تمام. فقلنا ان واحد فيهم كافي لو اغلق انه يضوء المصباح صح. ممتاز. طيب الان لو اني عرفت ان اكس المفتاح اكس مغلق، يعني هذا المفتاح مغلق، فشو راح اضمن؟ ان الضوء راح يضوء صح بغض النظر عن المفتاح واي. طيب ليش اجي افحص ان المفتاح واي مفتوح او لا، ما دام انا ضامن ان الضوء ضوء في الاخر، هذا جميعا مش راح اشوف، انا بس راح معني في الضوء اما ضوء او لا. فمجرد ما فحصت اكس الكيتا خلص مغلق المفتاح، ففيش داعي اروح افحص واي. طيب فما بالكم لو ان مثلا في عندي اخرى 100 مفتاح. فأنا لو بدي، لو كافي إكس إنه يضوي المصباح حتى لو 100 مفتاح مفتوحات جميعها صح في أسوأ الحالات. فبهيك أنا وفرت إني أفحص 100 مفتاح أو 99 مفتاح بما بس بمجرد عرفت الإكس. طبعا مش شرط تبقى أول واحدة مغلق، بجوز 50 مثلا رقم 50، فوفرت 49 اللي ضلين بعد. مفهوم كيف الفكرة؟ فبهاي الفكرة بالضبط راح نستخدمها في البرمجة. طبعا مكافأة لها اللي هي الاند اللي هي هذا الشكل صح. كنا الاند العكس بالضبط، لو لقيت واحد مفتوح، لو لقيت مفتاح واحد مفتوح معناها الضوء مش راح يضوي صح، لانه لو على التوالي اي واحد مفتوح منهم لو الجميع بعدها مقفلات مش راح يوصل تيار للضوء. تمام. فبهيك لو عندي 1,000,000 مفتاح مش بس 100,000,000، واحد منهم مفتوح والباقي مسكرات، شو مش راح يوصل ضوء لللمبة، وبالتالي شو الجواب راح يكون؟ فولز بغض النظر عن باقي المفاتيح. اللي في الاور شو كان راح يكون الجواب؟ ترو بغض النظر عن الباقي. فراح نستفيد من هذا الكونسبت في اللي عندنا هون. باهر طلع كيف. لو عندي انتجر اكس مثلا اكس بتساوي 5 وعندي واي، طبعا واي بما انها فيها لوجيكال اكسبريشن هيك معناها اما 0 او 1. 0 معناها شو؟ فولز،
وان شو معناها ترو. فبنيجي بننفذ، كنا اول شيء بننفذ العمليات اللي هي اكبر او اصغر، بعدها بنيجي للاوبريشنز اور واند. فعندي اكس اكبر من 10، الخمسة اكبر من 10، لا بانها هذه فولس معناتها شو بنتذكر تماما؟ نتذكر المثال اللي قبل شوي حكينا اللي هي اللي هي بهذا الشكل. فعندي اول مفتاح عطول كنا شو مفتوح، معناها لو انهم جميع هذول المقفلات في اسوأ الحالات مش راح يصل ضوء اللمبة، معناها شو راح يطلع الجواب هان اللي في واي، واي بتساوي زيرو معناها مباشرة اللي هي فولز. في داعي افحص هاي الشغلات؟ هذا السؤال. الجواب ما في داعي، معناها ليش نفحصهم؟ فبالتالي هذا الاشي البرنامج راح يشوفه، وهذا الاشي البرنامج مش راح يشوف، مش راح يطلع عليهم، لو شو ما يكون فيهم مش راح يطلع. فبس بنفذ هذا خلاص، اللي كان في اند واحد اطرافها فولز مش راح يكمل على الباقي. كمان شوي راح نشوف وين بيفرق الاشي، وين راح يلزمنا فعلا، راح يأثر على سير البرنامج. يعني المثال الثاني بالضبط اللي هي شو الاور، الاور هل الخمسة اقل من 10؟ اه مع الكينة واحدة ترو، معناته فيش داعي نكمل الباقيات، لان الجواب في الجواب الاور اللي هو شو ترو، لان هاي نفس الاشي الكينة واحدة ترو يعني المفتاح مقفل، معناها راح يضوي بغض النظر عن الباقيات. فواي بتساوي واحد يعني ترو، ومش راح ينفذ برضو هذه الجمل اخر جملتين. فهمنا شو مبدأ الشورت سيركت؟ بس هي مبدأ الشورت سيركت فقط هكذا لا غير. طب بدنا نشوف حالة انها تأثر فعلا على البرنامج. هل انا احنا شفنا هدول طيب ماشي ما نفذهنش، طب ما اثرنش على البرنامج يعني ما حطش فيهم، انا كواحد استخدم البرنامج ما حطش فيهم. نروح نشوف اشي نلاحظ فيه برنامج زي هيك x بتساوي 1 y طبعا اما راح تكون 0 او 1 حسب حال، بتساوي x اذا x اكبر من 5 and x plus plus. شو يعني x plus plus؟ x plus plus معناها مكافئة بالضبط ل x بتساوي x plus 1. حاليا بس هي المطلوب مننا نفهمها، فزيد قيمة x 1 يعني بس. فاذا وصلها فعليا راح تصير x من 1 ل 2، مش راح تزيد قيمتها. فاذا وصلها راح تزيد قيمة x من 1 ل 2 مثلا، خلينا نشوف اشي راح يصلها. ما انه في اور جيت الواحد اقل من اكبر من 5 لا، معناها راح يشوف راح يحط x بلس بلس، مع انها مش شرط بس خلاص لازم يوصلها. فشو راح يطلع على الناتج؟ هي x بلس 1 هي شو يعني؟ x بتساوي 2. وين تمنا نلاحظ ان نلاحظ الشورت سيركت؟ لما نحط بهذا الشكل، لما نحط ان، هل الواحد اكبر من 5؟ لا فولز، ما انا الاولى الفولز مش راح نفذ كنا اللي بعدها جميعا صح. بالتالي اكس مش راح تصير 2، راح تظل 1، مش راح ننفذ هذه الجمله. نتاكد ان ما نفذهاش راح تظل كلمه اكس 1 ترى ما نفذهاش بالضبط. هيك نحط اور نحط هون، فبأن الأولى واحد أقل من 5 ترو، معناها مش راح ننفذ اللي بعدها، فراح تضلها x بتساوي 1. تمام؟ اتفقنا؟ شفنا الفرق بينهم؟ فبعدها متعامل مع x بدي أعرف إنها صار فيها شورت سيركت أو لا بس. فهذا الكونسيبت بس اللي مطلوب إننا نعرفه في هذا الفيديو إن شاء الله، إن شاء الله تكون الفكرة وصلت 100%. يعطيكم العافية وأوقات سعيدة إن شاء الله.